إذن مشاهدينا، انتفض ملايين المصريين نساء ورجال شيوخ وشباب في 30 يونيو من عام 2013 دفاعا عن وطنهم ضد من حاولوا سلبه وتدميره واختطافه، ضد جماعة لم تعمل خلال فترة حكمها سوى لمصالحها الخاصة، فاتخذت من القتل والإرهاب والعنف سبيلا لتحقيق هذه المصالح غير عابئة بما تلحقه من أضرار للشعب والوطن. حكم جماعة الإخوان الإرهابية مصر خلال عام تفاقمت فيه مشاكل مصر الاقتصادية، شهدت الأسواق نقصا في السلع، كانت هناك أزمة في الطاقة والوقود، انعدم الأمن، ساد العنف الذي وجه ضد أي صوت معارض لهم. دخلت مصر في أزمات دبلوماسية بسبب سياسة هذه الجماعة، فكانت ثورة 30 يونيو. ما هي أبرز الأسباب التي دفعت الشعب المصري للخروج ضد نظام الإخوان الإرهابية؟ طبيعة الوعي المصري في ذلك الوقت، وكيف تشكل الأزمات التي أدخلتنا فيها الجماعة الإرهابية؟ كيف تم التعاطي معها وتصحيح الوضع؟ وغيرها من النقاط نتناولها مع ضيوفي عبر الهاتف، ونبدأ مع الدكتور عبد المنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة المصري اليوم. أهلا بحضرتك يا فندم، وكل عام وحضرتك بخير والشعب المصري بألف خير وسلامة. أنت بالصحة والسلامة. يعني الآن مع الذكرى 6 لثورة 30 يونيو، ما أبرز محطات جماعة الإخوان الإرهابية التي تتذكرها دكتور عبد المنعم؟ يعني الإخوان تجربة مش فقط مصرية، الفاشية في عمومها تكررت في بلدان كثيرة في العالم، زي ألمانيا، زي إيطاليا، زي اليابان. في التجربة اللي موجودة ومستمرة حتى الآن في إيران. أيضا هناك على الجانب المتطرف الآخر تنظيمات مشابهة واخدة الشيوعية في روسيا وفي الصين من قبل التحديث الذي جرى في الصين. فيعني وجود أنظمة ذات طبيعة شمولية تزعم أن عندها تفسير للآخرة والحياة الدنيا بطريقة معينة تتحكم فيها في الشعوب وفي الأفراد وفي الإنسان وحياته، وعادة هي يعني طريقة تقوم على القولبة والسمع والطاعة. فالمحطة الشاملة نقدر نقول للإخوان منذ نشأتهم 28 لغاية ما قعدوا في الحكم لمدة سنة، مسيطرين على البرلمان ومسيطرين على الدولة كلها، هي الطبيعة الفاشية. الأمر المهم كده إن ما خدتش وقت كتير إلا وظهروا على حقيقتهم من زاويتين. من زاوية أولا إن هم زي ما قلت عايزين يتحكموا بطريقة معينة مستخدمين الدين في ذلك، لكن لها جانب آخر هو إن هم فاشلين في الحكم. يعني لم يكن لديهم تفكير يقوم على برنامج للبناء في مصر. اللهم من مشروعات متفرقة تصوروا انه انشاء سوبر ماركت هنا او هناك او سلسلة من هذا النوع هي دي عملية التنمية، على اساس القاعدة انه 3/4 الرزق تجارة، وانه هذه هي النوع من التجارة التي يعرفونها. يعني انكشف الى حد كبير كل ما يسمي خبراء الاخوان في الاقتصاد، في الادارة المدنية، في غيره. إنما كانت الاعتداء على الطبيعة المدنية للدولة اللي هي الدولة المصرية اللي نشأت في 1922. يعني دكتور عبد المنعم، يعني إذا ربما ذكرنا موقف جماعة الإخوان الإرهابية منذ البداية، يعني قامت ثورة 25 يناير، في البداية كانت ثورة سلمية، ثم بعد ذلك دخل فيها جماعة الإخوان الإرهابية إلى أن وصلوا إلى سدة الحكم. السؤال الآن، يعني جماعة الإخوان الإرهابية ليست متواجدة كما تفضلت بالذكر في مصر فقط، ولكن أيضا يعني لها فروعها في العديد من الدول العربية. على سبيل المثال، يعني هناك مناشدات الآن في تونس لحظر حركة النهضة، وهي حركة إخوانية أيضا. ما هو فكر جماعة الإخوان الإرهابية يا فندم؟ يعني عندما دخلوا في ثورة 25 يناير، ما هو تفكير هذه الجماعة؟ ما الذي كانوا يريدين الوصول إليه؟ هم يعني عندهم مجموعة من المبادئ الأيديولوجية، أيما أولا على فكرة الحاكمية اللي هي موجودة عند طائفة الخوارج الإسلامية، أيما نمرة 2 على فكرة السمع والطاعة، 3 انه قواعد الاسلام مش 5 كما نعرفها، اللي هي الصلاة والزكاة وشهادة لا اله الا الله
وصوم رمضان والحج، وإنما أضافوا لها مسألة الجهاد اللي هو التعبير أو الاسم الكودي لاستخدام العنف والإرهاب تحت راية فكرة الجهاد الإسلامي. فهذه المبادئ هي فكر الإخوان، لا نجد فيها إطلاقا أي حاجة تتعلق ببرنامج بناء حقيقي. البرنامج اللي كانوا عملوه في عام 2007 تضمن بعض الأمور اللي لو بصينا شوية على إيران اللي هو السير في اتجاه التسليح النووي، في حاجات أحلام كثيرة لكن لا يتوفر لها قاعدة صناعية كبيرة، ولا يتوفر فيها علاقات خارجية تستطيع أن هي يعني لا تثير المجتمع الدولي. فهم كانوا بيجهزوا أن هم يأخذوا مصر إلى حد كبير في الطريق الإيراني القايمة على فكرة العداء للعالم كله، لأن هم معتبرين أنفسهم هم المبشرين بالدين على مستوى العالم كله. نعم. فلديهم برنامج في الحقيقة كان حيعرض مصر لخطر شديد، وأعتقد أن الشعب المصري اشتم ذلك، خاصة وأن هم بدأوا يستهدفوا طوائف معينة بالعداء الشديد زي المرأة زي المسيحيين زي الجماعات الموجودة في المجتمع المصري. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا يا فندم الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة المصري اليوم، شكرا جدا لحضرتك. مشاهدينا نذهب معكم الآن إلى فاصل قصير، بعد هذا الفاصل التغطية الإخبارية مستمرة على إكسترا نيوز.